العيد هو الصباح، انا اتوقع اللي ينام هذا اليوم اتوقع العيد ما عيد. ايوه ما عيد ما عيد. لكن لو قلنا واحد مثلا بيعيد خارج المملكه، مثلا بيجي قطر يعيد، ايش ممكن تقدمون للي بيجي يعيد في قطر؟ ايش في انماط مثلا مختلفه؟ ما في شيء معين، احنا عندنا نصلي صلاه العيد وبس ونسلم على بعض. لا صلاه العيد بس ما نسوي كذي بخلي واحد اوريك حاجه. اسمع كلامي، عندهم حاجه زايده، عندهم حاجه زايده يعني. في عنده يقول لك حاجه زايده، هم عندهم حاجه زايده بالنسبه لهم، هم يصلوا صلاه العيد، هم قالوا احنا نصلي صلاه العيد ونسلم بعد. سبحان الله، بعضهم يسلمون قبل، هو قبل الصلاه خطبه ذي. لا استنى، عشان الصلاه ما فاضيين. بيني وبينك في ناس صراحه ما يعرفوا حب، يا اخي ما يعرف ايش؟ ما يعرف يحب يسلم. يسلم؟ اه يبوس يعني. يبوس يدوخك. ليه؟ تحط فليت عشان يدوخ، لا يقرب. حط فليت، رش نفسك فليت، بعد يمسك خدك او كله والله ما يمر. انا والله انا العيد هذا قررت. ابغى اذكرك ابغاك توضح. ينبوس. ابغاك توضح معلش. اوضح، بعض الناس ما يعرف يحب، عرفت؟ يا اخي خلاص كله. حط فليت عشان ايش؟ لا يقرب. الله يسلمك. لا قصدك مريم. طيب هذا حط فليت عشان يبعد، لا تقبل، لا يحط خدك. يعني مسوي حمله ابو عبد الكريم. عيد بومبوس. يا اخي والله الناس ما تعرف.